مش احنا كلنا حسينا بالاداء المشرف ده، باداء منتخبنا، وفي ناس كتيره جدا يمكن برانا عايشه بره النهارده، نجوم كره القدم المصريه كانوا حريصين ان هم يشجعوا منتخبنا، منتخب اليد، ويحفزوا اللعيبه بتاعتنا بعد طبعا الخساره. قالوا لهم شرفتونا، رفعتوا راسنا، انتم الابطال الحقيقيين. محمد صلاح عمل كده النهارده، النهارده كان بيهني على طريق حسابه الشخصي على تويتر، هنا لعبت منتخب اليد، قال كل التحيه والتقدير لمنتخبنا ورجالتنا من نجوم منتخب مصر لكره اليد على المباراه التاريخيه اليوم، فخورين جدا بيكم وبالتوفيق ليكم في قادم المناسبات. كمان لاعب منتخب مصر السابق الصخره وائل جمعه النهارده كتب برضو على حسابه على تويتر، منتخب مصر، منتخب نصر لكره اليد حاجه تشرف. هم فعلا كانوا حاجه تشرف، اكيد حاجه تشرف طبعا. ولما بنشوف هذا الاداء وهذا يعني وهذا الاصرار والقتال، اكيد كل نجوم العالم مش بس مصر كمان بتهنئ لاعبتنا، وكمان نجوم النادي الاهلي حسين الشحات كمان كتب على تويتر هو كمان تحيه لرجال وابطال منتخب مصر لكره اليد بعد ما قدموه في مباراه ماراثونيه امام بطل العالم، اداء رجولي وإصرار حتى اللحظات الأخيرة، أنتم أبطال رغم الهزيمة وشرفتونا وفخورون بكم، ننتظركم إن شاء الله في المستقبل وأنتم ترفعون الكأس. كمان زميله في النادي الأهلي ومنتخب مصر عمرو السولية برضو على موقع تويتر قال كل التحية والتقدير لرجال منتخب مصر لكرة اليد، كنتم على قدر المسؤولية، فخورين بكم وكل التوفيق فيما هو قادم. زي ما انتم شايفين التفاعل، كمان التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي كلها، الفيسبوك، التويتر، الانستجرام، كان في تهنئة من كل الناس بصراحة، كل الناس. نتكلم على النجوم وأنصاف النجوم، نتكلم على الشعب المصري العادي، أنا يعني متابع حتى على صفحات كتيرة جدا، كان في نوع من أنواع يعني مؤزرة كده، يعني مؤزرة وفي فخر بالبلد، فكان شيء يعني رغم إن إحنا زعلانين شوية أو زعلنا شوية، لكن اعتقد المكاسب كبيره جدا جدا اللي طلعنا بيها من كاس العالم للانديه لكره اليد. لكره اليد ما نروح دلوقتي كره، انا بفكر في ماتش الدحيل من دلوقتي. ربنا يكرم فرقتنا يا رب ان شاء الله. اكيد بينك وبين نفسك ها ولا ايه؟ الماتشات ديت انا ماتشاتي الكبيره ديت بحب اتفرج كده في اوضه لوحدي، ويا رب ان شاء الله الفوز لفرقتنا. كلنا بندعي من هنا لحد يوم الخميس ان شاء الله.